حسناً يا رفاق اسمعوا، هذه هي نجمة كيتشلن، أعلى وأرقى جائزة قد يحصل عليها أي مطعم، وهي السبب الرئيسي لازدحام مطعمنا مؤخراً. هذا رائع بالنسبة لك، لكن ماذا عنا؟ فبعد أن حصلت عليها لم ترفع أجر أي منا. في آخر مرة اسم المطعم كان جيوفاني وليس فريد أو روي أو أيا كان الاسم. لديك وظيفة صحيح؟ عليك أن تكون ممتنا لهذا. على أي حال، هناك شيء واحد أكثر رقيا من نجمة كيتشلن، هل تعرفون ما هو؟ اثنتان من نجمة كيتشلن. اليوم سيأتي مفتش، ولو هو أو هي أعجبه المطعم قد نحصل على نجمة أخرى، وسأعيش أنا في سمن وعسل. فهمتها؟ سمن وعسل، إنه تشبيه. المهم الآن أنني أريدكم على أعلى مستوى اليوم، لذا إلى العمل. مرحبا، كيف أساعدك؟ أهلا، أريد طاولة لشخص واحد. طبعا، من هنا. لا 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 يمكنك الدخول. معذرة، اسمع، شخص مهم قادم هنا اليوم، أتتذكرين؟ وأنا لا أريده أن يعتقد أن هذا المكان يسمح بدخول أشخاص مثلك. المعذرة؟ ماذا تعني بأشخاص مثلي؟ لابد أنها المفتشة، ولا أريدها أن ترى أن لدينا شخصا مشردا هنا. إذن ماذا أفعل؟ أجلسيه في الخلف حيث لا يراه أحد، وأرجو ألا يلوث المكان. حسناً، آسفة على ذلك، سأرشدك إلى الطاولة الآن. أهلاً، مرحباً في جيوفاني، أنا جيوفاني. جيوفاني بنفسه؟ حسناً، لم أتوقع مقابلة المالك على الباب. أنت تجيد معاملة زبائنك. حسناً، كما أقول دائماً، نعامل كل زبائننا باحترام لأنهم مفتاح نجاحنا. أحببت ذلك حقاً. أتمانع لو دونت ملاحظات؟ لا 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 أمانع أبداً، رجاءً تفضلي من هنا. هنا أفضل طاولة في المطعم. شكراً. تفضلي القائمة. والآن كما تعلمين، نحن حاصلون على نجمة كيتشلن، لكن في المستقبل القريب جدا نرجو الحصول على نجمة ثانية. هذا صحيح؟ نعم. من فضلك دعيني أخبرك قليلا عن أفضل ما لدينا في القائمة. شوربة البصل الفرنسية، وصفة رائعة جدا. معذرة، أظن أن ذلك الرجل يحاول. حسنا، لا تقلقي بشأنه. أحيانا نعطي وجبات مجانية للمشردين، أعني كنوع من المساعدة المجتمعية. إنه جزء من التزام جيوفاني بمساعدة الآخرين. هذا رائع حقا. شكرا. هنا من فضلك. لدي فكرة، ألقي نظرة على القائمة وسأعود إليك في الحال. ماذا تريد؟ أود طلب الطعام. هل أبدو لك كنادل؟ وكيف ستدفع مقابل الطعام؟ فهو ليس مجانيا. سوف أدفع نقدا. أرني هذه النقود. ماذا؟ حقا؟ أعرف أمثالك جيدا، تأكلون وتهربون، لكن ليس معي في مطعمي. دعني أرى النقود مقدما، وإلا فلا. حسنا، تفضل، سيكون هذا كافيا. أنت تعال خذ، فلتحضر له شطيرة جبن وكوب ماء. حسنا. ماذا؟ ليس هذا ما أريد. أنت محظوظ لأنني تركتك تأكل، والآن لا تسبب لي مشاكل أخرى، فهمت؟ مم. مم.
حسنا. لذيذ. أعترف لك يا جيوفاني. رجاء ناديني جيو. حسنا جيو، أنت تجيد الاهتمام بزبائنك. شكرا، كما قلت من قبل نعامل كل زبائننا باحترام. معذرة. أهلا. أنا آسف للغاية، سأعود حالا، وأعدك ستحبين التحلية. أنتظروها. ما الأمر؟ ألديك فكرة إلى متى سأنتظر طعامي؟ ها هو. ما هذه؟ تقصد ماذا؟ هذه أريد واحدة مثلها. استمع أيها العجوز، السبب الوحيد لوجودك هنا هو أن هناك مفتشة تنتظرنا وأحاول الحصول على نجمة ثانية للمطعم. لو لم يكن هذا لقمت بطردك في الشارع منذ البداية. أوه، آسف بشأن ذلك. أحياناً تصبح برامجنا الخيرية تحدياً كبيراً، لكن في نهاية اليوم الأمر يستحق. بأي حال، تفضلي. كعكة شوكولاتة جيوفاني الشهيرة، والشوكولاتة مستوردة خصيصاً من إيطاليا. أوه، حقاً، لقد أبهرتني. أبهرتك بما يكفي لأحصل على نجمة ثانية ربما. أرجو المعذرة. حسنا، أعرف من أنت. أنت المفتشة، لهذا تكتبين الملاحظات. لا، الحقيقة أكتب الملاحظات لأنني أريد افتتاح مطعم يوما ما، إنها من أجلي أنا. حسناً إذن، لو لست المفتشة فمن هو أو هي؟ آخر شيء قبل أن أذهب، سأخذ هذه. ماذا؟ أعد هذه إلي. ماذا تفعل بنجمة مطعمي؟ لم تتح لي الفرصة لأقدم نفسي. اسمي ديفيز، المفتش ديفيز. أنا المسؤول عن منح هذه النجوم للمطاعم. حسناً، حسناً يا مفتش ديفيز، أنا آسف، أنا فقط مهلاً، كنت تريد كعكة شوكولاتة، وسأحضر لك كعكة شوكولاتة لم تتذوق مثلها من قبل. لا مشكلة، لن أكل هنا ثانية، وبعد تقييمي لكم لن يأكل هنا الكثيرون. حسناً، انتظر أرجوك. ولكل من يعمل هنا سأترك بعضاً من بطاقاتي. لو أردتم مكاناً جديداً، أعرف مطاعم رائعة تدفع جيداً. لا 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 لا، لا يمكنك فعل هذا. ظننتك تعرف أنه يجب أن تعامل زبائنك باحترام، لأنهم مفتاح النجاح. حظاً سعيداً.